دي المحاضره بتاع الاسبوع اللي فات اللي انا بعتها لكم على الجروب اللي هي الكرانك شافت ديزاين. احنا مش هنتكلم فيها كتير لان هي برضو عباره عن مجموعه قوانين هتمشي فيها فالتطبيق عليها اكتر في السكشن، لكن احنا النهارده هنركز على الجزء اللي بعد كده اللي هو الابلكيشن. هنستعرض بس كده عناوين في الكرانك شافت وبعد كده نقلب على محاضره الابلكيشن ان شاء الله. الكرانك شافت عارفين ان هو وظيفته ان هو بيحول او بيستقبل الحركه التردديه اللي جايه من الكونكتنج رود بيحولها الى دورانيه، هو اللي بينقل لي الباور للفلاي ويل. الكرانك شافت عشان نصممه قدامنا اسلوبين، حاجه اسمها السايد كرانك وفي حاجه اسمها السنتر كرانك. سايد كرانك اللي هو كانك بتيجي على اخر الكرانك شافت وتاخد جزء بس من الركبه، كرانك شافت بيبقى زي ركب كده وحوالين سنتر لاين، فهو بتاخد نص الركبه دي اللي هي كرانك ارم ونص البن، فبتصمم على حاجه اسمها سايد كرانك او تاخد السنتر كله كرانك، تاخد الركبه كامله. ده هيبان في القوانين ان شاء الله. مطلوب من الكرانك شافت يكون السترينث بتاعه عالي، الفتيك ليميت بتاعه عالي. الفتيك ده اللي هو بيسموه اجهاد الكلال، اللي هو في عندك اي معدن او اي ماده بتتحمل اجهاد معين لكن ما تقدرش تتحمل الاجهاد ده مع التكرار. لو انت ماسك حته سلك رفيعه كده واتنيتها اكتر من مره هتتقطع هتتكسر مع انك ما عرضتهاش لاجهاد اكبر من القلاوة بتاعها، لكن اسمه اجهاد الكلال. الماده كانها بتتعب، يبقى تكرار الحمل نفسه بيبقى له استرينس تاني خالص. الهاي مودولس اوف ريجيديتي اللي هو الجساءه اللي هو الثبات في ابعاد الجسم اللي هو مع التغيرات ان كانت حراريه او قوة متاثر عليه الابعاد بتاعته ما بتتغيرش. الهاي سيرفيس هاردنس الهاي وير ريزيستنس بيبقى مقاوم للتآكل، وطبعا دايما بنبص على الكوست بتاع الماتيريال اللي بتصنع منها الكرانك شافت. في ممكن يتصنع بالكاستنج او الفورجن او الليزنج، وتقريبا معظم الكرانك شافت بتتصمم بالليزنج اللي هي على مخارط بتبقى خاصه للكرانك شافت نفسه عشان التعامل معاها بيبقى له تعامل خاص، بتبقى فيه زوايا مختلفة. دي الابعاد بتاعته بقى والقوانين، انا مش هتكلم في دي، هي في السكشن هيغطوا الجزء بتاع الايه حل المسائل بتاعته. اذا كان الباشمهندس عبد الرحمن او محمود البغدادي